أعزائي المتشاهدين وأعزائي المتسابقين، عاملين إيه؟ إزيكم؟ النهاردة هكلمكم عن بروكينا أو بروكين جايجنت، بس مش هتكلم عن دي، أنا هتكلم عن دي، البلاك سبيشال بريميوم اف ام اي تشيسس. المهم تعالوا بقى نتكلم عن بروكينا سودا بتاعة اللاعب شوقي اللي كان في الانمي في الجزء الاولاني، اللي كان مدغدغ الدنيا وعمال بيتنطط ويزعق والعربية تفتح بقها وتطلع تنط من فوق الناس وتعمل قلق تمام وتكسر كل حاجة. المهم وكان بياكل مصاصة على رأي سليمان. انا ايه اللي جاب جهود في ايدي؟ احنا خلينا نتكلم الاول على البادي بتاع العربية، شفاف، هو اسود بس شفاف، بص حاجة في غاية العظمة، ايه الجمال ده. البادي عبارة عن قطعتين، القطعة اللي قدام دي اللي هي البق اللي بيفتح ده، في ناس بتشيله، هو منظر يعني ملوش اي تأثير ومش هيفتح، يعني وانت بتلعب مش هيفتح ويقفل، هو بيفضل ثابت في مكانه، هو منظر لو حابب تشيله ممكن تشيله. البادي بتاعها جميل وعريض جدا، شكله يعني حاجة في غاية الرعب، ايه ده. اوكي الكاوتشات بتاعتها هارد ولونها احمر، ده لون مميز جدا ونادر لما بيطلع في العربيات. البادي بتاعها اف ام اي، الاف ام اي ده موتور امامي، فالعربيه دي العزم بتاعها عالي. الشاسيه لونه ابيض، ده برضو مميز في الشاسيهات ان يجي شاسيه لونه ابيض او شاسيه ملون. اوكي الخامه بتاعت الشاسيه حلوه جدا. تعالوا بقى ايه نشوف الجنوط عامله زي جنوط الاي ار، جنوط ميديوم. الرقبه بتاعت الاثنين اللي ورا طوال والرقبه بتاعت اللي قدام قصيرين، بس الرسمه بتاعت الجنط شكلها حلو. وده الجزء اللي ورا اللي بيركب في الشاسيه من ورا عشان تركب عليه الرولرز، ودي القطع بتاعه البادي عشان تقفله، وده اللي بيتقفل على الموتور وده اللي بيقفل البطاريات، ودي اندر جارد من قدام دي بتركب فيها الموتور، وبقيه القطع كلها، وجاي معاها ترس سرعه عاليه على سرعه. والستيكرز بقى تعال نشوف الستيكرز شكلها ايه، عشان دايما الستيكرز بيطلع فيها اوبا الله 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 ايه ده ايه ده ايه ده. اوكي دي الستيكرز بتاعت بروكين، بص عامله ازاي، بص انا هسيبكم تتفرجوا عليها اهي، نجيبها كده تجي لها كده يجي لك كده، يا نهار ابيض الله 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 ايه الجمال ده. اوكي دي بروكينا، نريكومند معاها ايه بقى؟ تعالوا نريكومند معاها نختار ايه، نختار ايه؟ احنا نختار الباور داش عشان انا بحب الباور داش مع الـ مع الـ مع العربيات الموتور بتاعها امامي. العربيه الموتور بتاعها امامي بيبقى فيها سنه عزم من قدام كده وبتحدف حدفه لقدام، انا بقى احب اديها باور داش فتاخد عزم اكتر، وبعدين ابتدي العب في بقيه الحاجات الثانيه لان هي معاها ترس سرعه والجنوب بتاعتها ميديوم، فالباور داش مناسب جدا لده. ممكن افك الجنود دي واركب جنود لارج، بس انا بريكومند مع البروكينا السوداء البريميوم بتاعت الاف ام اي موتور الباور داش. تعال نشوف كده الار بي ام بتاعته، بتبتدي من 19900 ل 23600، والاهم في الباور داش التورك لان هو بتاع عزم، فهو من 1.5 ل 2 ام ان في الام، انا مش عارف ايه الام ان في الام، غالبا حاجه في النيوتن في المتر او مش عارف ايه، مش مهم يعني ده مش موضوعنا، بس ده التورك ده عالي جدا بالنسبه للمواتير الثانيه. اوكي قولوا لنا ايه رايكم في بروكينا، وايه رايكم في الدخله اللي انا عملتها، وايه لو عايزيننا نتكلم في اي عربيات يا ماما تعالي يلا بقى احنا هنقعد نعبي فيكي سنه، ولو عايزيننا نتكلم عن اي عربيات ثانيه قولوا لنا في الحاجات. يلا اتفرجوا على بروكينا اهي حاجه في بالمناسبه دي اخر قطعه موجوده عندنا ممكن تلحقها لو حابب، يعني لو عشان هي عليها طلب. يلا يا سلام عليكم.